لكن الآن الصورة لكن الصورة الصورة الآن الصورة الآن مغادرة الناس الذين دخلوا إلى البرلمان ودخلوا إلى قاعة البرلمان في الداخل، وكيفية الانضباط، الصورة في حماية الصور اللي كانت موجودة، شفنا مشهد الآن وكله يغادر الآن. المشهد انتهى ساعتان من ساعات السخونة السياسية في الحالة العراقية. أنصار مقتدى الصدر، كنا قبل ساعتين نقول متظاهرين، الآن نحن أمام أنصار مقتدى الصدر، دخلوا البرلمان من أجل رسالة واحدة، والرسالة وصلت إلى الجميع بأننا خرجنا نوابا من البرلمان لكننا قادرون أن نعود إليه، يعني متظاهرين، محتجين، فاعلين، مؤثرين. وبالتالي الدخول، وهو لن يمر من هذا المكان الذي يمر منه رئيس جمهورية أو رئيس وزراء إلا برضا من التيار الصدري ومن مقتدى الصدر شخصيا. المشهد أوشك، تابعنا الدخول ونقلنا إليكم كل تفاصيله منذ تحطيم الحواجز الأسمنتية على سور المنطقة الخضراء والدخول إلى السور الخارجي للبرلمان، وكنا نتساءل وقتها هل سيدخلون أو لا يدخلون، فدخلوا قاعة البرلمان، وكنا نتساءل هل سيعتصمون أو سيعودون مجرد دخول، والآن دخلوا وخرجوا بعد أن اكتملت الصورة. المشاهد واضحة وتعبر عن مدى الانضباط الذي حدث ودخل في البرلمان، وصورة للجميع معبرة جدا. إليك أستاذ يعني فلاح مرة أخرى، المشهد انتهى ساعتان من السخونة السياسية، لم تحدث في البرلمان العراقي سوى مرة واحدة أيام حيدر العبادي، وأيضا التيار الصدري كان حاضرا في هذا المشهد.